هاي اصحابي الحلوين، النهاردة هاخدكم في جولة جميلة جدا في مطعم سوشي يجنن. اكتشفناه بالصدفة، كانت اول مرة بالنسبة لي اجرب تجربة السوشي على السير. يعني ايه؟ اطباق السوشي بتكون جاهزة موجودة، انتوا بتقعدوا على الترابيزة والاطباق بتمر حواليكوا وانتوا بتختاروا الطبق اللي انتوا بتحبوه. كل طبق زي ما انتوا شايفين بيبقى انواع مختلفة، لان سوشي رو، لإما السوشي مقلي، كل أنواع السوشي كانت موجودة عندهم. بصراحة الطعم كان خطير جدا جدا. انتوا قولولي ايه الأنواع المفضلة عندكم بالسوشي، اكتبولي بالكومنتات تحت وتفاعلوا معايا. الناس اللي بتحب السوشي، انا متأكدة ان انتوا هتستمتعوا بالفيديو ده. انا من الاشخاص لما بروح اكل سوشي انا بصراحة مستوى ليفل الوحش، انا ليفل الوحش في السوشي، بحب السوشي جدا جدا. فلازم لما بروح بختار الايام اللي بيكون فيها all what you can eat، تقدروا تاكلوا الكمية اللي تحبوها من السوشي. وميزة المطعم ده ان فيها الوسابي والجينجر متوفرين فور فري، بتقدر تاخدوا الكمية اللي انتوا عايزينها بدون ما تدفعوا اكسترا تشارج. هتلاحظوا هنا ان الاطباق ملونة، لا اما ازرق لا اما اصفر لا اما برتقاني لا اما احمر لا اما بينك، الوان مختلفة. وكل طبق بيبقى بلون علشان بيبقى متحدد بالسعر. يعني لو انتوا خدتي طبق احمر، الطبق الاحمر ليه سعر والطبق الازرق ليه سعر تاني. فلما بتيجي في الاخر تدفعي وتحاسبي، بيشوفوا الاطباق اللي انتوا اكلتوها او اللي انتوا على الترابيزة بتاعتكو ويحسبوا، يعملوا الكالكوليشن على حسب الاطباق. يعني مثلا لو انتوا خدتوا الطبق الاخضر ثمنه 25 كي بالعملة في ايه بالي اللي هي العملة الاوروبية. إيه هنا طبعا هم عندهم قائمة برضو بتقدروا تختاروا الانواع التانية، لو في انواع تانية في السوشي طبعا الانواع مختلفة وكتيرة جدا، فرايتي كبيرة جدا جدا. طبعا بتقدروا تطلبوا من المنيو عادي و تطلبوا من تعملوا اوردر وبيجي لكم. بس انا بصراحة حبيت اجرب السوشي الموجود على السير، لان كان بالنسبة لي الاختيارات كانت متنوعة واقدر يعني اكل واستمتع بالحاجات اللي انا بحبها. كل طبق لو هو اسماك بيبقى مكتوب عليه، لو هو دجاج او لحوم او اي حاجه بيبقوا بتبقوا عارفين ايه اللي جوه. هنا على الترابيزه بتاعتي كان في، شايفين كميه الوسابي يا جماعه، كميه كبيره جدا يعني تقدر تكفيني سنه. والجنجر ده بقى انا ممكن اخلصه في ايه، في نصايه كده اخلصه. وكان في ادمامي يم يم يم. الادمامي يا جماعه معروف ان هو نسبه البروتين بتاعته عاليه جدا، من السوبر فود اصلا، فدايما ينصح ان انتوا تاكلوه. انا هنا من الاشخاص اللي باخد وقتي جدا عشان اقرر انا هختار ايه، لان انا متبعه نظام غذائي صحي والسوشي سعراته الحراريه عاليه جدا جدا جدا، فلازم اركز في اختياراتي. يعني انا جايه انبسط وادلع بطني واكل اللي بحبه، بس طبعا باكل باعتدال. فبقعد اتفرج شويه واتامل كل طبق واقرر هاخد ايه، يعني مش باكل على طول على طول. انا هنا تقريبا خدت نص ساعه عشان اقرر انا هاكل ايه. خلاص بدات قررت، اتفرجت على كل الاطباق، عرفت انا هاكل طبق كام طبق عشان برضو يعني احدد كميه الكالوري، لان السوشي صحي جدا جدا، المقادير بتاعته طبعا صحيه جدا. اهم حاجه يا جماعه لما تختاروا محل سوشي لازم تبقوا متأكدين من جودة المحل، لان طبعا الفود بويزنينج بتاع السوشي بيبقى عالي جدا، فربنا يحمينا يعني من الفود بويزنينج من السوشي. فلازم تبقوا متأكدين ان الكواليتي بتاعت الاسماك بالذات عالية جدا، لان في الغالب السمك بيبقى ني، اما اللحوم والفراخ بتبقى مطبوخة، فلو في اي حاجة مع الطبخ ممكن بتروح. لكن الاسماك شايفين انا بحط كمية جنجر رهيبة، الاسماك بتبقى نيه، فلازم تتاكدوا كويس جدا من جوده ونظافه المحل. وطبعا ان حفظ الاسماك بيكون بشكل يعني حسب المعايير الصحيه السليمه. طبعا انا دارسه سلامه غذاء وجوده وايزو،
فاهمة كويس جدا في الحاجات دي. انا هنا باكل وبستمتع بالاكل بتاعي، باكل وبرقص عشان ادلع الاكل وهو بينزل في معدتي. ادي ما كانش مستمتع بالاكل قد كده، ادي بياكل السوشي بشكل مختلف، بياكل بايده، انا بحاول اكل بالتشوبستكس، انا مش متمرسة قوي بس بحاول. انا كنت مبسوطة جدا 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 بالاكل، الاكل طعمه جميل جدا، والشيف يا جماعة كان رائع جدا. انا شفته هو بيقطع الاسماك، عنده اسماك كتير جدا، عارفين القطع الكبيرة من السالمون والتونة، انا بحب التونة جدا جدا، سمكة التونة لما بتكون رو تبقى طعمها يجنن، وبحب السالمون جدا. فغالبا لما بروح اطلب سوشي بروح للاسماك، مش بحب، انا بقول هنا سوشي اسفش، يعني بالنسبة لي السوشي سمك، فلما اجي اكل سوشي مش هطلب ولا فراخ ولا لحمة، بحب الروفش قوي. انا هنا بركز جامد جدا في كل طبق انا بختاره، زي ما قلنا السعرات الحرارية بتاعت السوشي عالية، بس برضو القيمة الغذائية جدا عالية عالية جدا. طبعا انا يعني شايفين بتأمل الطبق، يعني باكل بعيني قبل ما باكل بلساني او بقي. شايفين كمية الجينجر قدامي جبارة، ليفل الوحش في الجينجر. الجينجر برضو من الحاجات الصحية جدا، حلو جدا للصحة. وهنا بحط وسابي، وكتر جينجر على قد ما تقدر، الجينجر والوسابي عاملين كده زي المخلل، بيفتحوا النفس اكتر على الاكل. انا هنا عمالة اشوف ايه المقادير الموجودة في الرول، طبعا بلعت كمية كبيرة جدا من الجينجر. ادي ما كانش منسمك جدا بالاكل، يعني ما اعرفش ليه بيحاول يشاركني الفرحة، بس هو ممكن ما يكونش اكله المفضل السوشي، يعني هو بيحب شوية البرجرات والبيتزا والكلام ده. والمبشور فوق ده كان بخيار، طعمه جميل جدا جدا. برضو انا بحب الشريم جدا، بس بحب الشريم المقلي، دي من الحاجات اللي مش صحية. اكتبوا لي في التعليقات ايه السوشي اللي انتوا بتحبوه، وايه احسن تجربة سوشي جربتوها. هنا انا مبسوطة قوي بالجينجر والوسابي ان هو ببلاش، عبيت بطني بصراحة، لان في المطاعم التانية دايما بتدفع فلوس اكتر لما بتطلبوا اكسترا جينجر او وسابي. انا بحب استمتع جدا واتأمل في الاكل وانا باكل مع السوشي، فبصراحة بحاول اعمل كنترول على قد ما اقدر، لان بحب السوشي جدا، فممكن يعني اخلص بتاع 30 40 قطعة لوحدي. فزي ما قلنا عشان اتحكم في السعرات بحاول اكل بشويش، امضغ كويس جدا بالراحة. بالنسبة لي يعني التغذية البصرية والحسية، يعني بهتم بالحواس قبل ما اكل. هنا انا كنت بحيي الشيف بقوله بيرفكت رائع، فبستمتع بالاكل بعينيا بشمه، يعني دي من الحاجات اللي خلتني اقلل كمية الاكل واتحكم على قد ما اقدر. طبعا ممكن اكون هنا بالنسبة لكم باكل بسرعة، بس بصراحة يعني ده اكتر كنترول عملته في السوشي لان انا بعشقه. حلو كمان ان انتوا تبقوا شايفين الشيف وهو عمال يحضر الرولز قدامكوا، كأنكوا بتتفرجوا على حاجة. اكسكيوز مي يا جماعة، معلش يعني بكون بطبيعتي بخلص كل حاجة في الطبق. طبعا الصوم من الحاجات الحلوة او الصحية ان انتوا تاكلوها، لانها بتقتل اي ميكروبات او بكتيريا يعني بسيطة موجودة على الاسماك من برا. فهو مش بس طعم، هو كمان حاجة صحية، عشان لو في أي حاجة بسيطة من الميكروبات الموجودة على السمك بيحميها، يعني بيشيلها. فعمالة بفكر هاخد ايه تاني، طبعا الخيارات هناك كتيرة جدا،
وحاجات كتيرة كمان كانت موجودة على السير. في الغالب بتبقى الأنواع اللي موجودة على السير بتبقى فيكسد، ما بتبقاش متنوعة، بتبقى محدودة وتحس بالملل. بس بصراحة هناك أنا انبسطت جدا. طبعا ايه كان عمال يكلمني وانا ولا انا هنا معاه خالص، عمال اركز انا هاكل ايه. اقعد شوية على جنب دلوقتي يا ايتي، انا بركز في الاكل، بركزها مع بطني. انا حرفيا باخد وقت كتير جدا عشان اطلب اي نوع اكل في اي مطعم، يعني كأني بذاكر المنيو عشان ابقى متأكدة ان الاكل اللي انا هاكله هيبسطني وجسمي كمان يستفيد منه. انتوا حاسين ان الفيديو بالنسبة لكم ضاف لكم اي حاجة، او بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات؟ يا ريت تكتبولي في الكومنتات عشان اعرف انتوا بتحبوا ايه واعمل لكم فيديوهات عنه اكتر. هنا طبعا انا بدأت اسرع الفيديو عشان انا طبعا مملة جدا في الاكل. هنا كان سالمون، رو سالمون، يم يم يم، كتر الجينجر ببلاش بقى، قلنا يا جماعة فناكل براحتنا جينجر زي ما احنا عايزين. فانتوا قولوا لي ايه نوعية الفيديوهات في الاكل بتحبوها، يعني بتحبوا نوعية المطاعم وزيارة المطاعم، ولا بتحبوا بس السفر؟ لان انا بنزل فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين عن دردشة البنات بيتكلم عن مواضيع تخص البنات مهمة جدا، ويوم الجمعة عن السفر. انا وادي بنسافر، احنا سلو ترافلر، بنسافر سفر بطيء، يعني انا وهو معانا شنطنا شنطتين، بنروح نقعد في كل بلد شوية، نقعد ونعيش ونتعايش ونتشرب الكالتشر، الثقافة بتاعة البلد، ونتعرف عليها كويس جدا. ووقت ما بنزهق بناخد في الشنطتين بتوعنا ونروح مكان جديد. ده حاجة اسمها سلو ترافلينج، السفر البطيء، يعني مش اللي انا مثلا بروح اقعد اسبوع 7 ايام 10 ايام، لا، احنا معانا كل حاجتنا في شنطتين ونروح نسافر نقعد في مكان. بس الميزة ان انا وادي عندنا باشن، عندنا شغف بحاجات جديدة، يعني لما بروح المكان بنتعرف ايه الاكتيفيتي اللي ممكن نقدر نعملها في المكان. يعني مثلا احنا موجودين في مكان حاليا بنتعلم سيرفينج، احنا ما بنعرفش نعمل سيرفينج، بس احنا كنا نفسنا نتعلم ان احنا نعمل سيرفينج، بورد سيرفينج، اللي هو البورد اللي هو اللوح الخشب اللي بتتزحلقوا بيه على الامواج في البحر، فدي مش موجودة في بلدنا فروحنا اتعلمناها. اتعلمت برضو كورس جديد ازاي اقدر اعمل الفخار، دي حاجات جديدة. بقيت بدرس يوجا، اتعلمت يوجا طبعا وبقيت بدرس يوجا. فالميزة السفر البطيء ان بتستمتعوا بحاجات كتيرة جدا، مش بس بالاكل، يعني لان انا من الاشخاص اللي مش بحط شغفي بس على الاكل، بحب كمان اتعلم حاجات جديدة في الثقافات التانية، بحب استمتع بحاجات تانية في الحياة مش بس تبقى الاكل. ودايما كده بشجعكم ان حاولوا ان تحولوا شغلكم من الشغل الفيكسد او اللي هو من الساعة 8 ل 5 بالليل للفريلانسر، لان الشغل ده اتاح لي الفرصة ان اقدر اسافر الف، مش هبقى مرتبطة في مكان، استمتع بحياتي. لان احنا ما اتخلقناش ان احنا نكون مرتبطين بمكان واحد، احنا اتخلقنا عشان نستمتع بحياتنا ونأدي رسالتنا بشكل صح. فحلو ان احنا نستمتع بحياتنا ونقدم مساعدات او نعمل حاجات بوزيتيف للمجتمع بشكل اخر. فانا بحب اعمل شغلي وانا بلف العالم استمتع بحياتي، وفي نفس الوقت ان انا اكون شخصية منتجة اعمل شغلي وانا بسافر. زي ما قلت لكم هنا في المطعم يا جماعة بيجوا في الاخر عشان يحاسبوا، بيشوفوا الاطباق اللي انتوا اكلتوها، انا بجمع الاطباق كلها كده فوق بعضها، فلو مثلا 3 اطباق لونهم ازرق على طبقين لونهم احمر على طبق لونه اورنج، الاورنج كان اغلى حاجة، وفي الغالب الاورنج بيبقى اسماك الغالية جدا، لان السمك طبعا سعره اغلى بكتير من اللحوم والفراخ. في الاخر بتيجي البنوتة او الجرسون بيجي يشوف الاطباق اللي احنا اكلناها ويقعد كام لون ازرق كام لون احمر كام لون اصفر، ويقعد يحسب حساب كل طبق، لان زي ما قلنا كل طبق ليه سعره
وفي الاخر بنحاسب على الفاتورة. وكمان الجميل هنا ما كانش فيه فيز ولا فيه سيرفيس ولا اي حاجة بصراحة. يعني انا بنصح ان انتوا تروحوا المكان ده لو يعني اتحت لكم الفرصة وجيتوا على بالي. حد يقول لي ازاي اقوي مهاراتي في الشوب ستيب، ازاي امسكها كويس؟ انا عارفة ان انا ماسكها غلط هنا بس بحاول، يعني باي براكتس قلت هتعلم بالتدريب واحدة واحدة. هنا كانت اكبر كمية جينجر اكلتها في حياتي، وصراحة كانت تجربة رائعة جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك بالقناة وتعملوا فولو في انستجرامي عشان تتابعوا يومياتي الصحية في السفر انا وابي. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.